زيارة الأربعين تندرج ضمن الموسوعات العالمية بتخطي حاجز 21 مليون زائر في كربلاء. التفويج العكسي في الأربعين، شكاوى الزائرين تتعالى من قلة توفير وسائل النقل وضعف الخطة الموضوعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. الزيارة الأربعينية انتهت، واليوم حان الوقت لسحب سفرة الكرم التي فاقت حاتم الطائي في بذل الغالي لهذه الملايين. ففي كل عام تشهد كربلاء توافد أعداد كبيرة وحشود مليونية، بدءا من عام 2003 إلى أن تحولت اليوم إلى حدث عالمي مهم تتسلط عليها الأضواء، فلم تقتصر على البعد المحلي فحسب، بل اختلفت الآن خارطة الوفود، حيث صارت الحشود تتسابق من كل حدب وصوب لحضور هذه المناسبة. الإحصائيات تشير إلى أرقام قياسية لا مثيل لها من حيث الطوفان البشري العفوي والمنظم وأعداد المواكب والتنظيم العالي وكذلك الخدمات المتوفرة. اليوم صارت الأمثال تضرب بالعراقيين في الكرم واحتواء هذه الملايين التي دخلت الموسوعات العالمية. ولكن يعني كما جرت العادة راح نناقش في ملفنا الثاني مع انتهاء مراسم زيارة العشرين من صفر التي لم تجف فيها أنهار الخدمة الحسينية، والإحصائيات التي ذكرت بدأت مشكلة التفويج العكسي للزائرين تطفو على السطح، فهي الأزمة القديمة والمتجددة في جسد هذه الشعيرة منذ 20 عاما بدون أدنى الحلول التي تخفف من وطأة أزمة النقل. المشاهد المنحصرة في ساعات ما بعد الزيارة ما تتوالم ويا قدسية العودة من المقصد، فالارتباك والإرباك العام يبدو واضحا من تلك العملية، برغم ما تتحدث عنه الجهات الحكومية أنها سخرت إمكاناتها وكل الجهود لضمان عودة الزائرين لمساكنهم وبدون أي تشكيك في هذه الخطوات. لكن مؤشر السنوات السابقة والحالية يدفع بفكرة إيجاد مسارات حل واقعية للأزمة المزمنة في زيارة الأربعين المليونية. إذن المشاهدين الأحبة، هذه الملفات راح نتناولها بالبحث والتحليل في حصادنا لهذه الليلة. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. في هاي الأيام أصبح العراق بوصلة أحاديث العالم واهتماماته لما استضاف البلد من حشود مليونية ليس لها سابقة في أي بلد آخر، بهكذا تنظيم عفوي سلمي يتوحد فيه الجميع، تذوب عنده الحدود الجغرافية، إذ تتناقل على جميع الألسن أعداد وإحصائيات هذه الزيارة التي تلاشت عندها العناوين العالمية. وموسوعة جينكس تدرج ضمن إحصائياتها العراق يحتوي رابع أكبر تجمع بشري، فيتراوح أعداد الزائرين بين 21 أو 22 مليون زائر. إذن المشاهدين نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. 40 يوما انقضت، من بين تلك الأيام صور لمظهر فريد يجسد الوحدة والتعاضد للسائرين ساحقين بمسيرهم المؤامرات ومن وراءها. هذه الأعداد بحسب إحصائيات العتبة الحسينية أنها بلغت أكثر من 21 مليون زائر، حيث استقبلت ما يقارب 12500 موكب في عدد متباين بين العراقي والأجنبي. ووفق موسوعة جينز فهذا التجمع يعد رابع أكبر تجمع في العالم. وهناك إحصائيات تداولت وفقا لبيانات نشرتها العتبة الحسينية والعباسية، فبحسبهما تم استقطاب أكثر من 116 ألف متطوع داخل العتبتين وخارجهما لتقديم مختلف الخدمات للوافدين، وكذلك بالنسبة لتقديم الوجبات من مضيفهما بالإضافة إلى الوجبات الخارجية من المواكب المنتشرة في تلك المنطقة وما حولها، إذ بلغت 7 ملايين وجبة
تقريبا في كل يوم. فهذه الأرقام القياسية التي حققتها الزيارة الأربعينية في تزايد ملحوظ هذا العام للوفود المشاركة من مختلف العالم، خصوصا بعد الظروف التي مرت بها منذ سنتين في جائحة كورونا، إذ تناقصت الأعداد نسبيا مع ما نشاهده اليوم، حيث فاقت التصورات المقترحة والمتوقعة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات، حياك الله دكتور محمود ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، حياك الله أستاذ مؤيد. أبدأ من حضرتك أستاذ محمود، نتحدث عن الزيارة الأربعينية، يعني زيارة الأربعين دخلت إلى أرقام بصراحة أرقام مخيفة يعني، ولدينا إحصائيات تحدثت من أعداد الزائرين إلى أعداد المواكب الخدمية وصولا إلى أعداد بطالة المي اللي تم توزيعها في هذه الزيارة، يعني أرقام مخيفة ومهولة. كيف تنظر إلى هذا التدرج منذ بداية زيارة الأربعين واليوم نشهد العدد الأكبر في هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم من برنامجكم الموقر ولضيفكم الكريم الأستاذ مؤيد، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الكرامات الكبيرة والتأييد الكبير الذي رافق الزيارة الأربعينية. ونقول الحمد لله أننا قد نجحنا، برغم أن معدل الدخول خلال 10 أيام أن يدخل عليك 21 مليون مواطن في مدينة بحجم كربلاء المقدسة، هي مدينة صغيرة أولا وحديثا صارت هي محافظة، يعني كانت سابقا جزء من النجف أعتقد، أي أن يدخل عليك 21 مليون، وال 21 مليون لو دخلوا إلى أي مدينة في العالم لأربكوا كل المشهد، السوق، الشارع، الخدمات، الناس. لكن ما هذه التجليات الإلهية التي تدخل على هذا المشهد؟ والحمد لله أن الكاميرا تنقل بشكل حي لهذه الأفواج البشرية التي تتدفق، فيهم الصغير، فيهم الكبير، فيهم المريض، فيهم المعوق، فيهم الشيخ وفيهم الشباب، كيف يدخلون وكيف يخرجون؟ وكأنما هنالك أيد إلهية شاركتنا بهذا. أولا الإخوان في كربلاء، يعني حضرتك التزاير محافظة كربلاء، أنا كنت أعمل سابقا وقلت لك بالوقف الشيعي بالأمانة العامة للمزارات الشيعية، وكنت أبات يعني أيام هناك في كربلاء المقدسة، وأشهد أن مدينة كربلاء كشعب هو مهيئ لاستقبال الضيف. البطانيات معزولة، هاي المن الخطار يجونا مال الأربعينية، هاي كذا معزولة، الأكل الشرب المبلغ حاطينهم صندوق يخلون به فلوس، كله ولدهم مهيئين، نفسية عوائلهم. يعني هسه أنت شلون تتحمل حركة البشر وحركة الأصوات عليك من الصبح لليل وانت تنام؟ مجتمع يتحمل على مدى 40 يوم هذه القضية، هذا كله ربك ورب العالمين طبعا هو من كراماتك كذا. صحيح أن كربلاء أصبحت لديها خبرة متراكمة، يعني إحنا الأربعينية هي مو اليوم، هذه الشعيرة هي منذ قرون يتعاقب عليها أجيال بعد أجيال، ولكن ما جعل يخفف عليك هذا الموضوع أنه هذه الخبرة التراكمية لكل الذين على الشوارع المؤدية إلى كربلاء، إلى أهالي المدينة وإلى العتبات المقدسة. طيب. هذا
كيف اجتمع واحنا مجتمع فقير، خبرة بسيطة كذا بسيطة، ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد وقف معنا. وأنا كنت أنتظر إلى نهاية الزيارة كي أقول كلمة، أنه إذا ما تجاوزنا هذا الموضوع كله بهذا العدد الهائل، والنوب عندك حوالي 5 ملايين أجنبي لا يتكلمون اللغة التي أنت تتكلمها، لا يعرفون الطرقات، كيف تهديهم، كيف تنقلهم، كيف كذا، وبهم أسر فقيرة، يعني هو جاي ما عنده حتى كروة يعني يروح يرجع بها. وهذا كان ملف جديد دخل على الخطة الأربعينية. في هذه الأثناء أرحب بضيفي الكريم السيد اللواء يحيى رسول، المتحدث رسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، حياك الله أستاذ يحيى. نتحدث اليوم عن 80,000 زائر من خارج العراق يدخلون يوميا، وتمنح لهم تأشيرات الدخول لأكثر من 70 أو 80 جنسية من خارج العراق. هذه التحديات لربما غير مسبوقة في الأعوام الماضية، هذه التحديات يعني شلون جابهتوها في القوات الأمنية، المنافذ الحدودية، منح سمات الدخول؟ وهذا الأمر ليس بالسهل والهين، كيف تم إعداد هذه الخطة التي استوعبت كل هذه الجموع الغفيرة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناتكم، وأعزي نفسي وأعزي العالم الإسلامي بصورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة بذكرى 400 استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة هذه السنة تختلف عن كل السنين بسبب تدفق آلاف إذا لم أقل ملايين الزائرين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأكيد الإمام العباس عليهم السلام. جهود كثيرة، هناك متابعة دقيقة من قبل السيد القائد عام القوات المسلحة ومن خلال التنسيق مع كل الوزارات، سواء وزارة الدفاع، الداخلية، الحج الشعبي، العتبات المقدسة، كذلك الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء. وأيضا النقطة المهمة الأخرى هي المنافذ الحدودية، حقيقة جهد مستمر 24 ساعة للترحيب بالزائرين من كل دول العالم ومن العراق. وهذا ما تجلى بعد أن أعلنت العتبة الحسينية أن بحدود تقريبا يعني نقدر نقول قريب 22 مليون زائر يدخل إلى مدينة كربلاء. هذا ليس بالسهل حقيقة. الخطة الأمنية التي وضعت التنسيق العالي الانسيابية بحركة الآليات والعجلات والمواطنين والراجلة، إضافة إلى حقيقة قوات مسلحة عراقية، عشرات الأفواج من الدفاع والداخلية والحشد، وتواجدت لتأمين الحماية طيران الجيش لحد هذه الساعة أكثر من 230 طلعة جوية لتأمين سماء كربلاء المقدسة ومقترباتها، القوة الجوية العراقية كفاعل الاستطلاع. طيب، فقط من الآليات اللي الآن بدأنا بعملية التفويج العكسي لخروج الزائرين، فقط من وزارة الدفاع بحدود 2000 آلية، وزارة الداخلية أكثر من 500 آلية، وزارة النقل أيضا. الجهد الآخر هو الخدمي، ولكن يسجل بعض الخلل والقصور في التفويج العكسي، وهذه المسألة سيادة اللواء تتكرر في كل عام، لم تجد الحلول المناسبة لها. هي مع الأسف يعني أنا في كربلاء وشاهدت بعيني حقيقة الأعداد الكبيرة، هذه أعداد غير متوقعة سيدي الكريم. 22 مليون نسمة ليس بالرقم السهل، مع العلم أنه كل وزارات الدولة رافقت يعني الجهود، لكن حقيقة العاتق الكبير والضغط الكبير وقع على عاتق القوات المسلحة وخاصة الجيش العراقي. ترانا متواجدين في كل مفاصل، يعني 2000 عجلة، كل موارد وزارة الدفاع مع العجلات القتالية تم إرسالها لغرض عملية نقل الزائرين الكرام. طيب، لكن رغم هذا كله أنه لم يسجل لدينا خرق الحمد لله. طيب، يعني هذه الخروقات التي لم تسجل والحمد لله، نتحدث يعني مو على كيلومتر وكيلومترين، نتحدث عن 2000 كيلومتر مجموع أطوال. نعم، طرق الزائرين هذه 2000. نعم، كيلومتر. طيب، من كل المنافذ البرية الجوية المسير، كيف تم تأمينها بهذا الشكل الذي لم تحدث فيه خروقات حسب ما عبرت سيادة اللواء؟ حقيقة الخطة التي وضعت كانت خطة دقيقة، أشرت في كلامي توجيه السيد القائد العام بتوفير كل ما يحتاج الزائرين، كذلك تأمينهم وتأمين سلامتهم، التنسيق العالي ما بين كل القيادات،
السيد رئيس اللجنه السيد وزير الداخليه السيد رئيس اللجنه الامنيه العليا تواجد لحد هذه اللحظه ومتواجد في كربلاء المقدسه، السيد نائب عمليات مشتركه، التنسيق العالي ما بين جميع القطاعات هذه وضعت بخطه متقنه ودقيقه من خلال قياده العمليات المشتركه التي خططت واشرفت وهي تتابع عمل وكل القطاعات، لهذا انا اعتقد اليوم نجحنا بشكل كبير وهذه رساله ايجابيه لقوات مسلحه بكافه مسمياتها بكافه مفاصلها عملت بشكل دؤوب وبرجل واحد، وهناك تفاهم كبير حتى مع الحكومات المحليه في جميع المحافظات وخاصه الحكومه المحليه في محافظه كربلاء. لابد لي حقيقه ان اشكر العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه على كل الدعم اللوجستي اللي قدمته، اشكر المواكب الحسينيه، هذه المواكب حقيقه اذهلت العالم، كل ما يحتاجه الزار تراه موجود. شكر موصول ايضا لاهالي كربلاء المقدسه على فتحهم لابوابهم لبيوتهم امام الزائرين، وهذه رساله تسجل للعراق وللشعب العراقي. أشكرك جدا سيد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، انضممت معنا عبر الهاتف، شكرا لحضرتك مرة أخرى. ومباشرة لحضرتك الأستاذ مؤيد العلي وجدت ترحابي بك، ونتحدث اليوم عن أكبر صلاة، يعني نتحدث عن 21 مليون زائر دخلوا هذه المدينة وأدوا صلاة زيارة الأربعين كأكبر تجمع وأكبر صلاة جماعية في العالم، يعني المصادر تشير إلى امتدادها ل 30 كيلومتر، يعني هذه المظاهر التي الإنسانية الإسلامية التي عبرت الطائفية كيف تنظر إليها وما هي الرسالة المؤدات من خلال هكذا صلوات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد وإلى ضيفك العزيز الدكتور محمود وإلى أكاد مشاهدي قناة الأيام الفضائية. يعني بدءا هذه الزيارة هي زيارة استثنائية بكل ما تحمله هذه الكلمة، من حيث الأعداد المليونية الكبيرة جدا، من حيث الخدمات التي قدمت خلال هذه الأيام في الزيارة المباركة، أيضا من خلال التغطية الإعلامية للقنوات الفضائية التي تؤمن برسالة الحسين وبأهمية يوم الأربعين، وأيضا من خلال الشعارات والأعلام التي كانت ترفع واقعا، يعني من ذهب إلى كربلاء وشاهد أعلام الحشد الشعبي التي رفعت على معظم المواكب الحسينية في طريق كربلاء وكل الطرق المؤدية إلى كربلاء من كافة محافظات العراق، ودرك تماما أن هذه الزيارة تمثل قمة الوعي لأبناء الشعب العراقي. فبالتالي الرسالة الأولى التي ممكن أن يعطيها الشعب العراقي للعالم أن اليوم الشعب العراقي هو ليس فقط شعب كريم ويستطيع أن يتحمل ويوفر كل الخدمات من مبيت وسكن لهذه الأعداد المليونية، إنما يستمد من هذه الزيارة الأربعينية وهي السير على خطى الإمام الحسين عليه السلام في يعني في محاربة الظلم والطواغيت والمستكبرين، إن الشعب العراقي حاضر، وبالتالي هي ليست فقط زيارة دينية وعاطفية كما تفضلتم، هي فعلا رسمت لوحة إنسانية لكن فيها أبعاد اجتماعية فيها أبعاد سياسية. اليوم هذه الرسالة شوف الأبعاد السياسية أستاذ مؤيد، خصوصا في موكب بني عامر بين الحرمين في أضخم موكب، وتم رفع عبارة آية قرآنية على غير المتوقع، فشنو الرسالة اللي كانت من هذه المواكب لما تكون مواكب حسينية ولكن تدخل في الدوافع السياسية نحو الإيجاب؟ خلينا نقول هذا إدراك واضح لكل هذه المواكب ولأبناء الشعب العراقي والحشود المليونية، إن ثورة الحسين هي ليست فقط يعني نحييها من ناحية العاطفة، إنما نحييها من أجل الثبات والاستمرار في طريق العزة والكرامة، طريق المقاومة ومقارعة المستكبرين وتحديد الأعداء. هذه العبارة أنا لم أكن مستغربها، لأن الشعار الحسينية والثورة الحسينية تتطلب منا أن نكون حاضرين، وبالتالي نربط واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني بمخرجات ونتائج هذه الثورة. فبالتالي عبارة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الآية الكريمة كانت قمة في الوعي، وبالتالي أرسلت رسالات عديدة جدا، أنه اليوم الشعب العراقي من خلال هذه العبارات يرسل رسالة إلى السياسيين في الداخل، عليكم التوحد، ها هم أبناءكم، هذا عمقكم الشعبي والجماهيري الذي استطاع بهذه الإمكانيات أن يستوعب هذه الحشود المليونية،
وأيضا يعطيكم رسالة واضحة أن التناحر والاختلاف بينكم لا يخدم أحد. من أهم نقاط إحياء الشعيرة الأربعينية هي التمسك بالوحدة وتمسك يعني أبناء الخط الإسلامي المحمدي الأصيل بعيدا عن كل التوقعات. الرسالة الأخرى اليوم الرسالة الإعلامية التي غطتها القنوات الإعلامية كانت تنقل بتفاصيل دقيقة جدا ما يحدث من كرم ومن تقديم خدمات صحية وطبية وغيرها لكل الزائرين العراقيين وغيرهم. النقطة المهمة الأخرى أنه الرسالة اليوم كل الهويات ذابت تحت زائر حسيني، زائر أبو علي أو خادم لهؤلاء الزوار. كل الهويات الجغرافية والفرعية ذابت، لذلك كل محاولات الغرب والأجهزة البعثية والإعلام الأموي الذي كان يعمل إلى حد ساعات قريبة من هذا اليوم محاولة تشويه صور الزوار من دول مجاورة تحديدا الجمهورية الإسلامية هي باءت بالفشل. الشعب العراقي لسم لوحة كبيرة جدا. الجانب السياسي مهم جدا لأنه إحياء شعار الإمام الحسين يمثل بعدا سياسيا مهما جدا، وهي وحدة المسلمين أولا ووحدة أبناء الشعب العراقي وتحديدا يعني الطائفة الشيعية التي اليوم هناك من يحاول أن يوجد خلافات بين الكتل السياسية الشيعية لكي يمرر أجندات خبيثة. أنا أعتقد أن هذه الزيارة هي كانت فيها معجزة كبيرة جدا، وأتفق مع السيد الضيف أن الألطاف الإلهية كانت حاضرة في كل شيء. وبالتالي دائما زيارة عاشوراء والزيارة الأربعينية تعطي دافعا لأبناء خط الإسلام المحمدي الأصيل على الاستمرار والسير على خطى الإمام في تشخيص العدو أولا وفي مقاومته على كافة المجالات ليس فقط الأمنية والعسكرية بل حتى السياسية والأمنية. وبالتالي هذه الزيارة الاستثنائية رسمت لوحة إنسانية وسياسية واجتماعية واستطاعت أن تبغض كل أعداء العراق بشكل واضح جدا. مما تفضلت به بأن الرسالة الإعلامية كانت يعني حاضرة وبشدة كما تفضل الأستاذ مؤيد. أستاذ محمود وحضرتك أيضا متخصص بهذا الشأن وقريب جدا على الاتحاد، وبالتالي نتحدث اليوم عن المؤسسات الإعلامية التي نقلت الحدث، نتحدث عن وسائل النقل المباشر من الستريمينج واللايفيو والأس أن جي، ونتحدث أيضا عن الملاكات الإعلامية الفنية والظهور الإعلامي الذين اشتغلوا في هذه الأربعينية منذ 20 يوم. نتحدث عن هذه النجاحات وما يقابلها من أمور لوجستية، إسكانهم وأطعامهم و حركة الإعلاميين وتوفير بعض الأمور اللوجستية. كيف تم نجاح هذه الرسالة على كل هذه الصعود؟ أولا طبعا هي ليس المرة الأولى التي نغطي فيها مثل هذه المناسبات، يعني أصبح خبرة لدى الاتحاد في هذا المجال، ولكن في كل مرة نضيف خبرة أخرى. الشيء الأول أننا قبل أن تبدأ الزيارة أدركنا أن هنالك ما هي الأخطاء التي ممكن رافقتنا في الزيارات السابقة، ما هو الأشياء المهمة التي ممكن أن نضيفها، هل نبقي الإعلام في نمطيته المعلومة المعروفة بحيث فقط هو ناقل للصورة المشهد العام كذا، هل استطعنا أن نخلق مراسل حسيني مصور حسيني؟ هذا السؤال كان يرافقنا قبل الزيارة، يعني قبل الزيارة مثلا بأربعة أشهر خمسة أشهر. أقمنا دورة للمصورين وللمخرجين وللمراسلين. هذه الدورات طبعا جئنا بها بخبراء قسم منهم خارج العراق أغلبهم وقسم من داخل العراق. كيف تستطيع أنت كمراسل أن تكون حسينيا وأن تنقل واقع هذه الزيارة وهذه الوقائع بروح حسينية؟ هذا ربما البعض يشدها، شو يعني روح حسينية؟ لا، أنت عندما تشرب بيك العقيدة تعرف أين توجه كاميرتك، وأنت كمراسل ما هي الأسئلة التي توجهها، ما هي المناطق التي تقف عندها في نقل هذه الواقعة وإبرازها بشكل الفاعل والقوي. كذلك المخرجين، انتم الان تخرجون من هاي النمطيه المعتاده، افواج تمشي واحنا قاعد بس نشوف بشر قاعد تمشي. انزلوا الى الشارع، عندنا نشاطات في فنيه، نشاطات ادبيه مختلفه على طول هذه الطرق، لا فقط انت تتمسك بتنقل عن المواكب، وهذا الموكب كان السئلة سؤال على سبيل المثال انه انت ايش قد صار لك، ما هي الاشياء اللي قدمتها من طعام، لا
اكو شيء حيوي يجب ان انت تفجره في بعد الديني، في بعد القيمي انت. هذه السنه استطعنا ان ننقل صور تختلف عن كل الصور الاخرى. مثلا اننا اوصينا الكثير من التابعين انه حتى تعتمد على الموبايل مالتك بنقل الاشياء اللي هي خارج المشهد العام. فلحد هذه الساعه وصل اكثر من 1,000,000 مشهد حقيقي تم جمعه عن هذه الصور وبثيناها بالبرامج. الاهم من ذلك، هل نجحنا بهذه المهمه؟ نعم، احنا ارسلنا ابنائنا قبل حوالي شهرين من الزياره. حددوا الفنادق، تعرف هذا الفندق يحجز يعني مبكر. حجزنا لهم واخترنا لهم الاماكن الجيده ونسقنا مع العتبات تنسيق عالي، والعتبات متفاعله ويانا، والى ان ضمننا ان كل وسائل الاعلام تستطيع ان تنقل هذه الوقائع بشكل مهني. لحظه، احنا شفتنا 50، هذا اللي شفته انت هذا 50. اعددنا خطه ان شاء الله على الزيارات اللي هسه ما لحقنا السنه ان تشهدون بالزيارات المقبله ان شاء الله. اكو بعد اعلامي اخر على طريقه النقل وطريقه التصوير وطريقه الكذا والاعداد. هسه هذا راح ناخذ خامات، اعددنا خامات كلش كبيره، راح نعد منها كثير من عدها بافلام وثائقيه. ما نجحنا به انه تفاجئت انا اليوم مثلا باذربيجان مسوين مثلنا مواكب، مقلدين مواكبنا بالشكل، حتى بالشكل، مو فقط بالجانب القيمي باستقبال وان تدفع كذا. لاحظت في الولايات المتحده، لاحظت في بريطانيا، لاحظت الجمهوريه الاسلاميه نفس الشيء، هم جايبين كانما قيمنا العربيه ايضا شايله صينيه ومخلي عليها تمر ومخلي عليها كذا، ويتكلم بعبارات عربيه، هل ابيك حبيبي، ماخذها عن عراقيين وهو ايراني او هو اذربيجاني. اصبح اذا القيم العربيه مدافه بالقيم الدينيه، او القيم الدينيه مدافه بالقيم العربيه، اثرت. من الذي اوصل هذه الفكره؟ هو الاعلام. لو لم تصل هذه الاصوات، نعم صحيح نحن اذتنا بعض القنوات الخليجيه التي كانت مع الاسف الشديد، وقسم من قنواتنا رقص وغناء وموبقات وكذا، وبالعكس ينقلون الصورة السيئة أحيانا لمشهد بسيط. أنت تصور أنه لما سألنا الإخوان في وزارة الداخلية لم يحدث خصومة واحدة، دخل 20,000,000، يعني ما اختصموا اثنين الحمد لله، يعني ماكو مركز شرطة استقبل أنه اثنين متعاركين. طيب من أين جاءتنا هذه هذا الفيض الروحي؟ من أين جاءتنا هذه القيم، الجانب القيمي؟ كيف استطعنا؟ طبعا لا شك لعب الإعلام دور كبير في هذه الصورة. نعم. مشكورين، وأنتم مشكورين. نعم. أيضا تتفضل بقى معي والأستاذ مؤيد العلي كي نتابع في الملف الآخر بعد قليل مشاهدي الأحبة. التفويج العكسي في الأربعين، شكاوى الزائرين تتعالى من قلة توفير وسائل النقل وضعف الخطط الموضوعة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ محمود الهاشمي والأستاذ مؤيد العلي عبر سكايب السيد حسين المنقوش العنزي قائم مقام قضاء المركز من كربلاء. حياك الله أستاذ حسين. أبدأ مع حضرتك أستاذ مؤيد، لما نتحدث عن التحديات التي كل سنة تواجه عملية التفويج العكسي، وأشار اللواء يحيى رسول إلى أن هذه السنة لم تختلف عن سابقاتها، وإن أخذنا بالاعتبار الأعداد الكثيرة والغفيرة، ولكن ليش ما عندنا حل لحد الآن بعد 20 سنة؟ نعم أستاذ أحمد، هذه المشكلة يعني هي تزامنت مع كل زيارات الأربعينية، وكلما كان العدد بازدياد كما هذه السنة تكون المأساة كبيرة جدا في التفويج العكسي، وبالتالي تكون الآثارها سلبية خصوصا على النساء والأطفال.
الذي يذهب إلى زيارة الأربعين في طريق الذهاب يعني يتحمل التعب أن يمشي كذا كيلومتر رغم أنه يعني مريض أو لا يستطيع أو مقعد، لكن عندما يتم الزيارة رغم التعب وبالتالي يريد أن يرجع إلى مدينته وإلى بيته بأسرع وقت ويفاجئ بهذه درجات الحرارة المرتفعة وهذه القطوعات وأيضا مسافات كبيرة يعني يمشيها يضطر إلى أنه يمشيها. أعتقد أنه الأمر يعني بصراحة تتحمله الجهات الحكومية والجهات التنفيذية، لأنه زيارة الأربعينية كانت دائما قوامها ونجاحها هي المواكب الحسينية والهيئات الحسينية والناس التي تخدم هذه الزوار وتوفر لهم كل هذه الإمكانيات، يعني 21 أو 22 مليون، الماء متوفر والأكل متوفر وخدمات ليست فقط طبية وصحية وحتى ثقافية وإرشاد ديني كان موجود يعني بين موكب وآخر في طريق زيارة الأربعينية من كل الجهات التي تؤدي إلى كربلاء. هذه مشكلة التفويض العكسي يحتاج إلى بنى تحتية صحيحة، أن تكون هناك فتح طرق استراتيجية، إنشاء جراجات كبيرة جدا كأنما كل محافظة قريبة على كربلاء أو تأتي منها الزوار أن يكون هناك جراج، مثل جراج بغداد، جراج النجف والديوانية، العمارة والبصرة وهكذا. وأيضا نحتاج إلى أن نفتح طرق كبيرة جدا ونوسعها. للأسف البنى التحتية غير متوفرة بهذا المجال. هذا الأمر ليس فقط يعني هي مسؤولية محافظة كربلاء، واقعا يعني نشير بالبنان إلى جهود محافظة كربلاء وكل دوائرها البلدية التي كانت مستنفرة حتى في الطرق الميسمية والزراعية البسيطة. نلاحظ أن هناك وجود يعني دوائر بلدية لجان لتنظيم النقل، لكن ماذا تعمل لجنة لتنظيم النقل في طريق زراعي ترابي عرضه 6 متر أو 10 متر وثلاث سادات أربعة، اثنين رايحات واثنين جايات، شلون يقدر يعني يحلها الشخص الواقف؟ يعني جزاء الله ألف خير ويتحمل هذه المسؤولية حتى رجال الأمن يعني إضافة مع المرور يحاولون تنظيم السير. إشادة مهمة جدا أستاذ مؤيد. أحمد اسمح لي، يحتاج إلى بنى تحتية هذه المساعات الزراعية الواسعة أن تكون فيها جراجات ومنشآت للنقل، إضافة إلى أنه يجب دعم كربلاء والزيارة الأربعينية تحديدا بإسطول نقل بري مخصص للزيارة فقط. اليوم رأينا بعض الجهات الداعمة لوزارات هيئات معينة يعني سيارات تتبرع بها على حسابها لنقل الزائرين في القطوعات الداخلية، لكن المشكلة بعد سيطرة كربلاء باتجاه بغداد باتجاه النجف المحافظات الأخرى، هنا تبدأ المشكلة. ناهيك عن وجود الأخوة الزائرين من باقي الدول يعني أكثر تقريبا أكثر من 5 إلى 7. خليني أشارك أستاذ مؤيد السيد حسين المنقوشي لأنه زي قائم مقام قضاء المركز كربلاء المقدسة، حياك الله أستاذ حسين. يعني هنيئا لكم هذه الجهود القيمة والكبيرة والجبارة ونجاح الزيارة وتحقيق عدد ورقم قياسي في كل المعطيات، بس شايف الزائر من تسأله تقول شلون الزيارة، يقول لك والله زينة، بس احنا هاي البس شوية تأذينا بصراحة. يعني كل هاي النجاحات نجي على قضية بسيطة جدا، قضية التفويج، وصار لنا 20 سنة ما حالين هاي القضية. السيد الضيف الأستاذ مؤيد العلي دي يقول انه هي مو قضية تخص محافظة كربلاء، الكل لازم تشترك بيها، فشنو الخلل اللي عندنا دا يصير خلي هذا هاي العملية تتأخر عندنا وتتلكأ كل سنة؟ أستاذ حسين تفضل. بارك الله فيكم بشكور تيمنا بالآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. نعزيكم ونعزي مشاهدي قناتكم الكريمة وكل العالم الإسلامي بل الإنساني بذكرى أربعينية الإمام الحسين الذي لغرض الإصلاح في أمة جده رسول الله. وهذه الجموع التي حقيقة زارت الإمام الحسين وأتت إلى كربلاء هي أجت نتيجة أولا هي حبها للإمام الحسين وأهل البيت، وأجت تجدد العهد بالإمام الحسين والسير على نهجه، وهي نابذة للطائفية ونابذة لما يعرف بالفساد السياسي وتدعو إلى الإصلاح الذي دعا إلى الإمام الحسين عليه السلام. تلاحظ أن حقيقة الأعداد التي تقوم بها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية في كل عام في أيام الحج المبارك بأعداد لا تتجاوز 3 ملايين حاج. هناك مؤسسة تسمى بالحج والعمرة وهي تعنى بعملية أولا توفيج الحجاج وعملية حجز الباصات والفنادق والطائرات وما يعرف في منطقة ميناء والمزدلفة وكذلك عرفات. هذا على مستوى 3 ملايين، ونلاحظ أن إمكانيات المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين يقوم كل ما يبذل ما كل ما بسعهم لأجل إنجاح هذه الشعيرة المهمة من
حقيقة من أصول الدين المتفق عليها بجميع مذاهب الإسلام. ونلاحظ اليوم محافظة كربلاء بجهود بسيطة تعتمد على الموارد البشرية أولاً، واعتمد على الخبرات المتراكمة منذ حوالي 2004-2005، تعمل سنوياً على توفيج أعداد لا تقل عن 10، وهذا العام 21 مليون ونصف تقريباً، مع دعم حقيقة حكومي وزاري، وإن كان حقيقة يعني نشكرهم على هذا الدعم، ولكنه لا يليق بالزائر الحسيني أن نصعد بسيارات مكشوفة تحت درجة حرارة 40-41 درجة ضمن محور النجف ومحاور طيب. أهم المحاور الموجودة هي مو فقط سيارات مكشوفة أستاذ حسين، نشرك ويانا الدكتور محمود الهاشمي، يعني حتى حالات اختناق أصبحت كبيرة في التفويج العكسي، لربما بعض شهود العيان أشاروا إلى حدوث حالات وفيات في تكدسهم، تكدس الزائرين في سيارات النقل البري لتريلا وغيرها، يعني أصلا هي غير لائقة بالزائرين، ولكن هذا الموجود بالإضافة إلى الخدمات اللي تقدم من كل المواكب حتى بالجهود الشخصية. طيب هذا منو راح ينطي غاز وإحنا نعيش أزمة غاز؟ كل الجهود تسخر، ولكن أيضا الحلول لا زالت غير كافية دكتور محمود. يعني هي في بعدين السبب الرئيسي. كربلاء أولا لابد تعيد النظر في عملية مخارج كربلاء، يعني لا تحصرها في شارع أو شارعين أو كذا، وإنما تقسم هذا التقسيم، وعلى ضوء التقسيم الناس تعرف طريقها في عملية الدخول وعملية الخروج. ثانيا أنت لازم تعيد النظر في بناك التحتية الخارجية، يعني مثلا ابو كربلاء كمدينه او كمحافظه شنو علاقته بمساحه تبعد 50-60-100 كيلو عن 200 كيلو عن المحافظه؟ هذا مو واجبه. يعني لاحظنا انه مثلا ضيق الشوارع، اختناق الشوارع، التقاطعات الموجوده بحاجه الى مجسرات، هذه كلها انت لازم موفرها لك بشكل عام وليس بشكل زياره، واصلا انت تعاني من هاي الاختناقات قبل ان تكون الزياره. طيب الان اجت الزياره وهذه الاعداد الكبيره، انا اقول رغم هذا كل اللي نشوفه واحنا كل سنه نعاني من عنده، احنا نقول علينا ان نتحمل هذا الشيء الى حين، لانه انا متاكد لو الحكومه الان تقوم بهذا الواجب كان فشلت، لو هم كان صار فساد اداري وصاد فساد مالي ورجعنا الى كذا. لكن الحمد لله ان اللي يدير هذه القضيه حتى من الموظفين اللي هم موجودين بالدولة في داخل كربلاء وفي النجف والمناطق الأخرى القريبة هم حسينيون في قيمهم بعيدا عن الدولة مالته أو بعيدا عن حكومته، فهذا الشيء هو الذي ساعدنا شيئا في أننا نستطيع أن نتجاوز البعض. نعم أنا عشت فترة طويلة بهذا المكان ويعني كنت منزعج حقيقة من المشهد، تعرف السنة النساء يعني 65% نساء 45% رجال، هاي نسبة كبيرة من النساء، ناخذ انه طفل وكذا وكذا، لكن نقول هل حدثت وفيات نتيجة هذا الاختناق؟ اقول لا. سعودية 3 ملايين مثل ما قال السيد القائم مقام، وسنة يوم رافعة واقعة للحجاج وكاتلتهم، يوم بالتدافع كذا مقتولين 100 و200 و300، واحنا يدخل 21 مليون ونطلع في شكوى. انا اقول هي يجب ان نكون طبيعية، لان البلد احنا بحاجة اولا الى قطارات. هذه لو موجودة سكك الحديد القطار يخلصك من كل مشكلة، بدل ما يشيل 10-15 واحد يشيل 1000 قطار، قطارين 3 نهالك كل الأزمة ما بين ذاهب وما بين عائد. شيلوا سكك الحديد عليكم من ذاك اليوم لليوم تماطلون بها أنتم وإيران، ومن يجينا الزايد تجي من إيران، وعندنا محافظات أخرى إلى الموصل إلى أفعل هذا الموضوع. يعني يوم واحد من القطارات فلت من الطريق ونزل على التراب زي ما خلق لنا مشكلة. هسه الجمهورية الإسلامية قال هذا 50 عليكم و50 علينا. تعال روح هذا المرتبط بأمريكا فوق المسؤول يقبل يجينا سكة حديد حتى تروح لهذا المكان؟ لا هو ما يتمناها، وصارت غصبا عليه. وإلا شنو الدعايات اللي طلعت وكذا أثناء الزيارة، وقال باسم وحش فلان رادوا بأيديهم وأرجلهم أن يفشتون الزيارة، ولكن سبحان الله أن الله سبحانه يكتب بها كل البركة. أقول هي شؤون. أنت قول يا أستاذ أحمد شلون إحنا لحد الآن هذا كلها ما حدثت حالة أمنية واحدة؟ منين جتنا هذه البركة؟ من الذي أضاف لنا هذه البركة وهذه الألطاف الإلهية الكبيرة وهذا العرفان بحيث أنه نستطيع أن
يدخل لك 21 واحنا ارهابيين يوميا، الارهابيين قايمين لهم مشكله بهذا المكان وذاك، يلقون القبض على عصابات قبل الدخول. الحمد لله ما حدثت اي مشكله كبيره تستطيع ان تلتهمها الاعلام الاجنبي. نعم، ولكن يجب ان لا نغفل بعض المشاكل الصغيره استاذ مؤيد، كما اشار الدكتور محمود الهاشمي، ماكو كارثه على مستوى الكارثه والحمد لله، ولكن مشاكل بسيطه، حوادث مروريه، اختناقات غيرها بهذا التوفيج العكسي. طيب قلة الشوارع والجهد الحكومي يبرر بأن الأعداد الكبيرة لا يمكن تغطيتها، هل نكتفي بالمبررات لو يراد من عندنا وقفة حاسمة وحازمة؟ واليوم ما دام وصلنا 21-22 مليون، نتوقع بالعام المقبل راح تزيد هذه النسبة. نعم، أتفق تماما أنه يعني في العام المقبل سوف قد تتضاعف الأعداد. اليوم العراق وكربلاء أصبحت قبلة ليس فقط للشيعة إنما لكل المسلمين، من خلال هذا الكرم وهذا التعامل الإنساني والتغطيات الإعلامية التي فعلا نجحت بها قنواتنا، وهذه نقطة كبيرة جدا تحسب إلى كل الجهات التي عملت بهذا الاتجاه. العراق اليوم يعني أصبح قبلة لكل يعني الشخصيات المعتدلة، سواء كانت من الأخوة السنة أو من المسيح أو الطوائف الأخرى، أصبح لديها فضول أن تأتي إلى العراق وفي كربلاء وفي مواسم الزيارة لكي تطلع بشكل مباشر. ورأينا يعني صحفيين من دول كبيرة يتواجدون في المواكب ومع المشايخ لكي يراقبوا ما هذه النفسية العراقية الأبية الكريمة التي استطاعت أن تدير هذه العملية بنجاح، وأن تقدم كل ما تحتاجه الشخص من يعني مأوى ومأكل ومشرب وخدمات صحية وغيرها. على يعني مقولة أحد علمائنا الراحلين قدس سره الشريف، أن كل ما لدينا هو من الحسين وكل ما لدينا من عاشوراء، فبالتالي يجب أن نتخذ يعني زيارة الأربعينية وكل ما يتعلق بالثورة الحسينية أن نعمل على تطويره بشكل حقيقي. لا نكتفي كما تفضلت بالإدانات وأن نقول هذه الأمور حدثت، هي ممكن أن تحدث يعني حوادث طبيعية، لكن يجب أن نعمل أن تتوفر الإرادة السياسية والحكومية لمعالجة هذه المشاكل. الضيف الكريم أستاذ محمود قال عندما أنه بعد فعلا اللي حصل سيطرة كربلاء، تكلم من جهة بغداد ماكو مشاكل، بعد سيطرة كربلاء تبدي المشاكل. هذه الفجوة أنه بعد سيطرة كربلاء لمن تابعه؟ يا محافظة، من المسؤول عليها؟ هذه المسؤول عليها الجهات الحكومية. التقصير الحكومي واضح جدا، فبالتالي يجب أن تكون هناك خطط حقيقية تنفذ، ونحتاج إلى ضغط برلماني من قبل سياسي الشيعة الذين من المفروض أن ينتمون إلى الخط الحسيني الشريف، أن تكون هناك ضغط لتشريع قوانين وإقرار مشاريع تهيئ البنى التحتية في كربلاء وأطرافها لكي تستقبل هذه الأعداد المليونية. يعني كما تفضلت، هي قد تكون يعني أخطاء بسيطة أو حوادث بسيطة، لكن للأسف الإعلام الأموي مهما كانت صورته خليجية أو عراقية معادية أو غربية يكبر هذه الأمور. يوم للأسف رأينا في بعض المناطق الزراعية في كربلاء المقدسة يعني التكتك وغيرها وبعض المركبات الصغيرة سقطت في البزل في المياه بسبب الازدحام ووجود طرق ترابية غير مؤهلة. فبالتالي مدينة كربلاء تحتاج إلى ليس فقط جهد المحافظة، إلى جهد حكومي. يجب أن نهتم بهذه الزيارة، هي زيارة ليست فقط لكربلاء إنما لكل العراق. هذه الزيارة الأربعينية رفعت رأس العراقيين عاليا أمام كل الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى هذا ما يدعون أنه نناقش أبسط التفاصيل حتى نتمها على أدق وجه. أستاذ حسين، لما نتحدث عن هذه الحالات البسيطة لكنه أيضا الأنفس والدماء غالية، ما نستهين بها. يعني اليوم عند إعلان ساعة الصفر للتفويج العكسي كان هنالك حادث مروري مروع أدى إلى وفاة زائرتين، يعني وبسبب نوع العجلة المستخدمة اللي هي ستوتة. بالتالي أنه الأجهزة الأمنية تحديدا والأجهزة المسؤولة عن الإرجاع وتفويج الزائرين تفويجا عكسيا، يعني ما كان المفروض أنه تم هذه العملية، عملية التوفيج وتخلو مدينة كربلاء من الزائرين، يلا نعلن نجاح خططنا الأمنية، ليش نستبق الأحداث وبعدنا ما أتمينا واجباتنا ونعلن نجاح الخطة؟ حقيقة يعني من هناك 21 مليون زائر ونصف، وتحدث حالة هنا وهناك، مع احترامنا لجميع الأنفس وجميع الحقيقة المواطنين والزائرين، لكن هذا حوادث سير، يعني لا اعتراض على قضاء الله وقدره. لكن أحب أن أؤيدك بفكرة أن عملية النقل
كما أصنفنا قبل قليل هي نقل كلاسيكي، لم تطور حقيقة الحكومة المركزية وسائل النقل الحديثة واستخداماتها في الزيارة الأربعينية، بل حتى في وسط العاصمة بغداد هناك مشروع مترو، وأنا كنت طالب في جامعة بغداد أتابعه حكم الاختصاص موضوع الجيولوجيا. كان من المؤمل أن يكون مترو بغداد في عام 80 وأجل بعد الحرب العراقية الإيرانية إلى سنة 90 وبعدها أجل ورحل. اليوم نحن في كربلاء يمس الحاجة إلى وجود مترو يحتوي على شبكات من ممرات على المحاور الرئيسية الثلاثة بغداد بابل نجف، وكذلك إذا وجود ما يعرف بالترام. وحاولنا منذ عام 2014 بجلب أحد الشركات التي عملت في محافظة مشهد من جمهورية إيران الإسلامية، وكان هناك المهيئ بالكامل للمسار، لأنه الأرض المخصصة إحنا فرضا على محور النجف كانت هي بعرض 21 متر، والصاحب المشروع أو المقاول طلب من عدة 18 متر. طلعنا استطلاع عليه منذ عام 2014 قبل دخول عصابات داعش الإرهابية، وهناك بالحقيقة لقينا القبول واسع في هذا المشروع بالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة العلوية في النجف الأشرف. لكن مع أحداث 2014 قد نسي هذا المشروع وحقيقة اضمحل. اليوم نحن ندعو إلى أولا وجود مؤسسة على مستوى وزارة أو هيئة مستقلة ذات إمكانيات مادية وذات إمكانيات خبرات استراتيجية تعمل على توسعة حقيقة البنى التحتية للمحافظات التي تشهدها الزيارة الأربعينية، ليس كربلاء فحسب، بل كربلاء والنجف وبابل وبغداد على أقل تقدير، ويكون هذه الوزارة مبسوطة اليد من ناحية الخدمات، من ناحية التخصيص المالي، من ناحية الخدمات، من ناحية الخبرات عفوا، من ناحية عملية التوأمة مع شركات أجنبية ذوات خبرة. نحن الآن العالم يستخدم حقيقة ما يعرف بتأمين الحشود المليونية، نحن بإمكانيات بسيطة نعمل هكذا خطط، ويتفوتنا كثيرة من حقيقة الأمور التي تغفل علينا. نحن ضرورة الاستعانة بهذه الشركات والاستفادة منها في توفير الزائرين، وجود ما يعرف بمحطات خاصة كسكك حديدية مثل هذا اقتراح مهم جدا أستاذ حسين، ودعني سكة واحدة خلينا نحن الدقيقة الأخيرة الدكتور محمود الهاشمي من بابل. طيب هذا بالحقيقة كل أخفاقات، مع تأكيد لو سمحت أن تكون هذه المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة الغير مرتبطة غير مرتبطة بالوزارة، نعم، أن تكون خالية من السياسيين ومن المحاصصة السياسية المقيتة، وأن تكون تقتصر على الإداريين والمهندسين والفنيين الذين عملوا يعني عملوا بالزيارة الأربعينية. وأنا هذا الاشتراط للتسئلة للدكتور محمود الهاشمي، اسمح لي أستاذ حسين، اسمح بإقامة محاصصة سياسية في موضوع طيب. خدمة زائري أبي عبد الله الحسين. السيد المنقوشي، السيد المنقوشي دكتور محمود يعني أشار إلى نقطة يعني هي بوحدة طامة كبرى، يعني إذا نحكي عن هيئة مستقلة وما بيها تدخلات، مخاف بعدين نصيرها الهيئة وتالي تنضم لنفس المنظومة الموجودة وتاليها يعني نظل لا إحنا مفوجين الزوار ولا مؤدين مراسم الزيارة. يعني هسه إحنا عندنا هيئة الحج، هسه برغم كل ملاحظات الناس وملاحظات عليها، لكن بشكل عام يعني هي مشي أمورها، وما الحجاج قل ما يشتكون من هذه الناحية. إحنا إذا سوينا اللي هي هيئة أقل ربما تكون كذا، اللي هي هيئة الزيارات أو هيئة الزيارات سميها بالاسم هذا، ممكن أنه نطورها، وممكن أكو خبرة عندنا، عندنا هيئة الحج عندها خبرة، وعندنا بالجمهورية الإسلامية أيضا عندهم خبرة، أكو خبرة بالمملكة العربية السعودية، نجمع عندنا كل هاي الخبرات. أما إحنا نستطيع، وأنا كتبت يمكن اليوم مقال وحضرتك قرأته، ماذا بعد الأربعينية؟ تمام، مو إحنا هذا بعد الأربعينية إحنا نريد نكون، مو أنتم شايلين كلكم رايحين، شفناكم السياسيين رايحين كلكم تمشون الناس، طيب. بس مو من تغادرون الناس ترجعون إلى مسؤولياتكم الحكومية وترجعون إلى مسؤولياتكم السياسية تنسون الحسين وتنسون هاي الناس اللي مشيتوا وياها.
هذا بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات، أثريت الحوار في هذه الحلقة، وشكر كثير لحضرتك أستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، شكرا جزيلا مرة أخرى، وشكر كثير لحضرتك أستاذ حسين منقوشي العنزي قائم مقام قضاء المركز في كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا لهذه الإطراءات، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.